نفس الموضوع. حضرتك لو تبصي احياء مشروع القومي اللي بتلو، حضرتك 40% من اللي واخدين الكروت دي مشروع بتلو من المرأة. احنا بنساعد بطريقه غير مباشره على اساس ان هي ما تاثرش على ادرياتها لبيتها كمان. فده احنا مدخلينه في تنسيق مع المجلس القومي للمرأة، واعتقد في اللي هي اسمها بتاعت شركه بي تي ام حضرتك موجوده معاك في مجلس قومي المراه، وجات عندنا وعملت نظام ان هي تساعد المراه في عمليه الاوضه بالذات. بالنسبه لل احنا بنقول ان احنا بنعيد تاني، واحنا جايين نفرح النهارده بافتتاح موسم جني الاوضه، ودي يعني بيدي مؤشر ان احنا الدوله والقياده السياسيه مهتمه بالفلاح، ومهتمه ان احنا نرجع عرش القطن تاني اللي هو القطن او الذهب الابيض زي ما بيسموه.